كهرب عيال ما يحب يا شباب في كنترول بيخففونها ما بيلغونها بيخففونها تخفيف بس بسم الله يعني شوف عد انت خد بعد ما 220 فولت بس يقولك لا تخلي الواحد 220 فولت بس ولا هي 220 فولت بس فورد محول 220 يعني لا يا رجال خلينا احمي يا رجال نزل ايدك عجل عاد تدري دفاية في غرفتي احترق بسبب ال 220 حطها 110 الان سيتم اعلان النتيجه يا رب بسم الله جوات هذه فيها اهتزاز اي تفتح فيها اهتزاز والله احتمال تفتح او لا شكلها خربانه يا مخرج والله انا مهب تهتز يا ولد اسمع يديك تحت هل صار يديك تحت لسلامتك حبيبي انت اللي بتطيح يديك تحت لسلامتك سلامتك مستواك ضعيف كذا مستواك ضعيف بس ها لا تحركوا شباب تفتح الهاوي الان حتى هو بتطيح قليل ونودع احد ضيوفنا او كلاهما سقوط سيمان محمد اجابتك صحيحه تعال ارجع معي خلاص تعال خلاص اطلع والله وجهك الحمد لله والله انا ما شاء الله تبارك الله يعني سبق قدمت عشرات بالمئات الحلقات ما شفت